خلال زيارته لليونان، شارك سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس والوفد المرافق النشاط السياحي الأردني في جامعة أرسطو طاليس، حيث أكد سيادته خلال لقائه مع طلبة الجامعة أن الأردن واحة أمن وسلام في المنطقة، كما تحدث عن تحديات الوجود المسيحي وضرورة بقائهم في بلادهم المقدسة. وشرح عضو الوفد أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين أهمية دور الأردن في السياحة العربية، تلاه المهندس رستم مكجيان الذي أوضح للطلبة أهمية المختص كموقع سياحي ديني مقدس لافتًا لأهمية زيارته والتبرك منه. وخلال الزيارة التقى المطران خريستوفوروس مطرانة سالونيك ورئيس أساقفة أثينا ورئيس أساقفة كريت والسكرتير العام لوزارة الأديان اليوناني. حيث بحث معهم سبل توطيد العلاقة مع البطريركية الأورشليمية وبالأخص الكنيسة في الأردن، وفي ختام اللقاءات التي شارك بها عدد من الآباء الكهنة المرافقين لسيادته، تضرع الجميع لأن يعم السلام العالم أجمع وأن تتوقف الحرب على قطاع غزة